هي مثلا. فكرة الزواج بالنسبة لي أكيد طبعا هتبقى مرفوضة، أنا متزوج، بس فكرة الزواج أصلا من شخص مصري من ألمانية أنا شفتها، يعني أنا عمي واجهتها، وإن هو عمي متزوج من ألمانية واتجوز برضو من نمسا، من النمسا. ففكرة الزواج من أجنبية أو من ألمانيا خصوصا أنا شايفها الموضوع ما فيهوش أي مشكلة طالما في توافق في الموضوع. بس تكون مسلمة؟ هو أكيد الأفضل بالنسبة طبعا هنا في مصر التفكير طبعا هتتجوز لازم تكون مسلمة عشان أولادك وكده، بس طالما الموضوع يعني في تفاهم خلاص، يعني هو ده الموضوع يعني يرتبط بالشخص نفسه أو الشخصين اللي هيتجوزوا، ما فيهوش أي مشكلة، يعني ما فيهوش أي، يعني طالما في تفاهم ما بينهم خلاص. بيسألوا بأنه بألمانيا بشكل عام الدين ما يعتبر موضوع مهم جدا، خاصة بالنسبة للزواج، فهذا يختلف كثير عن يعني الهوية العربية، صح؟ الهوية يعني هو أكيد الهوية دي هي اللي بتسبب المشكلة ما بين ما بين أي اتنين مثلا من وجهتين مختلفين، بس التفاهم بيتعدى كل ده، يعني هو التفاهم ما بين الشخصين بيتعدى كل الهوية وبيتعدى ومثال تاني كل ده. يعني البنات مثلا بألمانيا، بنات في عائلة مسلمة، إذا البنت تتمنى العلاقة الشخصية مع رجل ألماني، هل هذا ممكن بدون مشكلة؟ اعتقد هو يعني هو مش اعتقد، هو اكيد مشكله، لان هو الهويه الاسلاميه والدين طبعا بيرفض كل ده، فهو دي المشكله الوحيده اللي هو ممكن الالمان شايفينها، ان احنا ممكن ما نندمجش معاهم في الموضوع ده، ان هو أهم في أوروبا أيضا اوروبا بالنسبة كلها لي. بالظبط، يعني الفكر الاوروبي كله الغربي يعني باصص للموضوع ده، ان هو لا يعني ده غير ازاي، وان هو ازاي غير مقبول. لا هو في الهويه العربيه اكيد والاسلاميه ده غير يعني غير مقبول تماما، بس من الناحيه التانيه اللي هو شخص يتزوج مسيحيه الموضوع عادي، يعني ما فيهوش اي مشكله، الناس بتبص له برضه حتى بشكل عادي. بس قسطنطين، هنا كان السؤال عن يعني الكتاب بتاعك Inside Islam، وهو محقق يعني اكثر مبيعا في المانيا، ما اعرفش هاو ماني ويكس، كم اسبوع حصل الفتره اللي فاتت بيست سيلر. 10 أشهر حوية. ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ يعني قصدي نموذج انت اللي ممكن تقول لنا لما الكتاب نزل كان ردود الافعال من المجتمع الالماني ومن الجاليات العربيه كان عامل ازاي؟ يعني الكتاب بشكل عام هذا ترجمة الخطب بمساجد في ألمانيا. أنا زرت 12 مساجد في مناطق مختلفة بألمانيا وسمعت الخطب، ويعني بعدين كان هناك ترجمة الخطب العربية إلى وتركية إلى ألمانيا. السؤال بالنسبة لي كان ما هو الصور، ما هي الصور وما بيقول الإمام في هذه المساجد عن الحياة بين يعني المجتمع الإسلامي بألمانيا والألمان اللي بيعيشوا في بلدي. وبكل المساجد للأسف الإمام بيقول يعني هذا البلد خطر بالنسبة للحوائنا، هذا خطر بالنسبة لي يعني صحة البنات، لأنه هذا يختلف كثير كل الأشياء في الحياة اليومية تختلف كثير عن يعني التقاليد العربية الإسلامية، فما كان في أي alternative يعني في كل هذه الخطبات. فبالجانب الآخر هناك مثل ما قلت لك هناك نقاشات سياسية في اليمين في ألمانيا اللي بيقولوا يعني غير ممكن الاندماج بين المسلم والألمان بذات البلد إذا هناك هوية عربية ببلدنا. فبالنهاية أعتقد بعد الكتاب إنساد إسلام أن الجانبين مختلفين عن بعض وأقوى من ذي قبل. أنا بتذكر الوضع قبل 5 أو 6 سنين
والعلاقات الشخصية بين المسلم أو المجتمع المسلمي في ألمانيا والألمان كان أفضل مقارنة بالوضع اليوم. فأنا بسأل حالي كيف ممكن أن سيكون ستكون علاقات إضافية بالمستقبل الجاي. هذا سؤال مهم جدا يعني في السياسة الألمانية كمان. فما عندي إجابة، وأنا ما بشوف أن أي شخص وأي بارتي يعني السياسة بألمانيا عندهم إجابة لهذا السؤال. وهذا تعتبر كمان مشكلات كثيرة بالنسبة للمهاجرين اللي بيروحوا ألمانيا في يعني السنين اللي جاي، وهذا مهم جدا أنه بيفهموا. أنا أعتقد هيك أنه بيفهموا الناس اللي بدوا الرحلة إلى أوروبا أن الوضع الآن أصعب جدا، أصعب كثير مقارنة بالوضع قبل شوي.